راضي جعادي لاعب منتخب تونسي سابق، لعبت في الترجي التونسي، قبلها كنت في الملعب الجابسي، ثم انتقلت الى انجلترا بعد كاس افريقيا 2004 اللي انتصرنا بها في تونس. حولت الى انجلترا مع فريق بولتون ووندرز، ثم بعدها تعديت الى فريق بيرمنغهام سيتي، ثم انتقلت الى ساوثامبتون في اخر الاحتراف متاعي. قضيت خطة مدرب للشبان، ثم مساعد مدرب تحت 23 سنة، وسنة تحصلت على يعني المرتبة متاع مدرب أول لشبان تحت 23 سنة. تختلف الأجيال، يعني جيلنا كان مختلف على الجيل هذا، يزمنا نفهم الجيل هذا اللي هو عايش في فترة فيها تختلف على الفترة متاعنا. حسب رأيي الجيل هذا عنده المؤهلات متاعه، عندنا من اللاعبية في تونس اللي عندهم المؤهلات شونشتو في يعني مرتبة كبيرة في أوروبا، لكن يلزم التحضير ويلزم الخدمة على طول، يعني الخدمة 100%، لأنه عندهم حاجات تخليهم ما ركزوش على الكرة توا، كما شفنا يعني خاصة الميديا، خاصة يعني اللهوة خارج الميدان بالعائلة بالأصحاب حتى مشاغلهم اللي خارج الكرة تخليهم بعاد على بعضهم الكرة، يزم يركزوا شوية. وقلت ربي علاش ليه، معناتها نجم يوصلوا لأعلى درجة إذا نحكي أنا يعني عامة، لكن إذا تحكي على كأس العالم تنجدوا نحكيوا عليها من بعد يلزم تحذير. إنجلترا تونس هي مباراة مهمة، يعني منتخب إنجليزي كنا نعرف المنتخب الإنجليزي، نعرفوا صعوبة هذه المباراة، اللاعبين الإنجليز يعني كلهم، الممرن الإنجليزي جارث ساوثغيت عنده يعني تشويس، ما عنده برشا يعني ملاعبية في الفريق ككل. إن شاء الله بالنسبة للمنتخب التونسي كما قلت لك مقابلة مهمة، يلزمنا نخمو اللي ما نخسروش في المقابلة هذه، يلزمنا نخرجوا على الأقل بنقطة في المقابلة هذه لكي نعطي رواحنا يعني فرصة لكمال يعني الدور الأول، نعطي رواحنا يعني فرصة باش نكملوا في الدور الأول كما يلزم. يعني تتوقع يكون لعب دفاعي ابروتش ولا يكون لعب هجومي ولا؟ لازم نكون ذكيين، نعرف كيفاش نتعامل مع المقابله، يعني فما ردهات في المقابله باش تلقى روحك تدافع في على المؤخره، معناتها واذا تدافع على المؤخره لازم تكون منظم، يعني المسافات ما بين الملاعبيه والملاعبيه هما بيدهم، معناتها يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الملاعبيه الانجليز، يعني اللي هما عندهم التكنيكلي معناتها بهين، وفما ردهات في المقابله باش نلقاو روحنا في وسط الميدان ونهاجموا، لانه عندنا زاد ملاعبيه مهاجمين في تونس وعندنا ملاعبيه عندهم الامكانيات باش يهاجموا. هذه الكل من مهام المدرب يعني في التحضيرات، وان شاء الله كما قلت لك انا معناتها عندي ثقه في نبيل معلول، يعرف المنتخب يعرف الاولاد نتاعو، اول حاجه لازم يختار التركيبة المناسبة في المباراة هذه من ناحية الملاعبية، ومن ناحية التكتيك يجب نختار يعني التكتيك المناسب لنعطي رواحنا فرصة كما قلت لك ما نخسروش المقابلة هذه، نتعادلوا علاش لا نربحوا اللي هو صعيب، وحتى على الوراق تو بالنسبة تو إذا تقول نربحوا لانجلترا لعبة تقول شنو كيفاش تونس تربح الانتر، لكن 90 دقيقه كل شيء جايز، وشفناه يعني قبل في حتى مباراه كاس العالم في اول مباريات، شوفوا يعني زوز منتخبات بلجيكي والانجليزي هذوما زوز منتخبات صعاب، بلجيكا بالنسبه لي انا من المنتخبات اللي المؤهلين باش يربحوا كاس العالم، المنتخب الانجليزي كيف عندهم يعني شفنا يعني سمعنا جارث ساوثغيت، سمعنا يعني الراي العام الانجليزي يحبوا خاصة العام هذا والكأس العالم هذا يحبوا يربحوها، يحبوا يوصلوا لآخر ما يمكن في كأس العالم هذا، يعني فما ديزاير من المنتخب الإنجليزي باش يوصلوا لآخر ما فما،
لكن نعرفه في نفس الوقت اللي الانجليزي المنتخب الانجليزي عنده نقائص وعنده يعني مشاكله. مشكله من مشاكله هو لما يلعب ضد فريق مش في المرتبه نتاعو والفريق هذا يشد صحيح معناتها ما يقبلش اهداف يرمي المنديل. راضي جعادي لاعب منتخب تونسي سابق، لعبت في الترجي التونسي، قبلها كنت في ملعب الجابسي، ثم انتقلت الى انجلترا بعد كاس افريقيا 2004 اللي اتصلنا بها في تونس. حولت الى انجلترا مع فريق بولتون ووندرز، ثم بعدها تعديت الى فريق برمنغهام سيتي، ثم انتقلت الى ساوثامبتون في اخر الاحتراف نتاعي. قضيت خطه مدرب للشبان، ثم مساعد مدرب تحت 23 سنه، وسنه تحصلت على يعني المرتبه نتاع مدرب اول لشبان تحت 23 سنه. لاعب واحد في منتخب انجلترا ولاعب واحد في منتخب بلجيكا لازم المنتخب التونسي او اللاعب التونسيين يحضروا منه. في تونس عنا يوسف المساكني وعنا الخنيسي، زوز ملاعبيه ينجموا يعملوا يقوموا بالفارق. يوسف المساكني عنده مؤهلات كما قلت لك تكنيك، وينجم يقوم بالفارق وحده اذا تعطيه يعني المساحات. الخنيسي كيف عنده يعجبني يعني في الهجمات نتاعو وفي تعامله مع التمركز نتاعو يعجبني ويسجل اهداف. في المنتخب الانجليزي يعني يرد بالنا من ثلاثة القدامين، يعني إذا يلعب ستيرلينج وإذا يلعب هاري كين وإذا يلعب جيمي فاردي. حتى جيمي فاردي يعني التمركز نتاعو ذكي ياسر وهو عنده مؤهلات يعني رابيد يعني سريع في الهجمة نتاعو. يعني لازمنا نكونوا في الدفاع واقفين مليح إن شاء الله. بلجيكا؟ بلجيكا بلجيكا كيف حسب رأيي هازارت لو هو في نهاره، يعني هازارت تشوفه يعني في عقلية متاعه يبدأ ساعة ساعة مودي شوية، موش معتيكش 100% ساعة ساعة كيبدأ موش حاضر، كيبدأ في حاضر يجب أن نكونوا حاضرين في الوسط الميدان. يعني مش لوكاكو؟ لوكاكو عنا مدافعين ينجم متعاملوا معه، لوكاكو لأنه بدنيا قوي، لكن شفنا مع مانشستر يونايتد يعني ماهوش قاعد يعطي في المردود اللي مطلوب منه، لانه ساعه ساعه المقابلات ماهيش بدنيه فقط، اللي تلعب ضد مدافعين في البطوله الانجليزيه ضد مدافعين بدنيا حاضرين. المجموعه الاخرى اللي فيها منتخب سعودي ومنتخب مصري، روسيا ويورغواي. الروسي باش يكون عنده ضغط اللي هو يلعب في بلاده. المنتخب الروسي صحيح باش يكون يعني في بلاده ومعاه الروس الكل، لكن فما ضغط لازم نستغلوه، يعني المنتخب السعودي والمنتخب المصري يستغلوه هذا. المنتخب السعودي شفنا يعني ديما موجود في كاس العالم وعنده خبره كاس العالم ويعرف كيفاش يتصرفوا في 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 الدورات هذه. المنتخب المصري عنده يعني المؤهلات كامله في للترشح للدور الثاني حسب رايي. شفنا يعني لاعب مميز محمد صلاح في ليفربول ايش قاعد يعمل توا، وقلت ربي علاش الحاجه اللي ممكن تقلل شويه من الفرصه للفريقين الاثنين اللي هم باش يلعبوا ضد بعضهم، يعني ممكن فريق منهم يترشح وما بين روسي وواحد من السعوديه ومصر، حاجه ممكن تقلقنا كعرب، لكن باش نشوفوا يعني كرة جيدة إن شاء الله، وعلاش لا نشوفوا زوز فرق عربيين يلعبوا ضد بعضهم في كأس العالم، وهذه حاجة تشرف. المغرب معاها إسبانيا والبرتغال، يعني باش نشوفوا مقابلات ممتعة، مغرب وإسبانيا فهمت، والبرتغال زاد المغرب والبرتغال، نعرفوا البرتغال ماهيش كيما إسبانيا، يعني ممكن المغرب البرتغال يتعمدوا على لاعب واحد اللي هو رونالدو. جيلها كبير شويه وجيلها ديما جيلها كبير، كيما تفكرني شويه بايطاليا في معدل الاعمار، لكن عندهم الخبره، يدخل كبير عنده خبره، واذا لاعب عنده خبره يعرف كيف يتصرف. شفنا يعني في كاس اوروبا الاخرانيه المنتخب البرتغال في كل لحظه كنا نستخيلوه مش باش ترشح، لكن ترشح
وربحوا يعني كاس اوروبا. بالنسبه للمنتخب المغربي كما قلت لك يعني طريقه المنتخب المعني والمغربي وطريقه واللاعبين والجوده نتاع لاعبين المنتخب المغربي تخاول لهم باش يلعبوا ند لند، ومن بعدها النتيجه هذيك حاجه خاصه بالمهارات، لان النتيجه نجم تكون من جهتين، انت وتعاملك مع المقابله وانت كيفاش تحضر المقابله. راضي جعادي لاعب منتخب تونسي سابق، لعبت في الترجي التونسي، قبلها كنت في ملعب الجابسي، ثم انتقلت الى انجلترا بعد كاس افريقيا 2004 اللي اتصلنا به في تونس. حولت الى انجلترا مع فريق بولتون ووندرز، ثم بعدها تعديت الى فريق برمنغهام سيتي، ثم انتقلت الى ساوثهامبتون في اخر الاحتراف نتاعي. قضيت خطه مدرب للشبان، ثم مساعد مدرب تحت 23 سنة، وسنة تحصلت على يعني المرتبة متاع مدرب أول لشبان تحت 23 سنة. بالنسبة لراضي الجعايدي كان يعني تابعت أنه مرات يقال أنه استدعي للمنتخب، مرة يقال لم يتم استدعائه، حقيقة ما يدور بالنسبة للراضي الجعايدي والمنتخب التونسي؟ راهو راضي الجعايدي تونسي، والمنتخب التونسي لما يستدعيني ما نجمش نقول لا نعاون باللي نجم، لكن وضعيتي راضي الجعايدي توا في ساوثهامبتون ما تخاوليش باش نبعد على عائلتي وعلى وضعيتي في ساوثهامبتون، لكن أنا موجود يعني إذا نبيل معلول حاجته بيا، إذا سيد وديع الجارية حاجته بيا موجود، نجم نعاون المنتخب التونسي والمعاون بالمهمة اللي حبوا يعطيوها لي، وما فيش حتى مشكل. مانيش باش نبخل على تونس، هذه تونس هذه بلادي، مانيش باش ندخل نبخل عليها، لكن كما قلت لك يعني ما صارش استدعائي قبل ما يدخل نبيل معلول للمنتخب، ما صارش استدعائي كما نقولوا اوفيشلي، صارت مكالمات يعني شنو حوال لاباس وكهو يعني. وانت كراضي كم تعطي نفسك فتره زمنيه باش انك تكون مدرب لفريق اول في الدوريات الاوروبيه او لمنتخب تونس؟ خلال قديش؟ تو نحكي ولازم نحكي معك. راضي الجعايدي تو في فتره قاعد يتعلم فيها وبنكمل لكن ما شاء الله ثلاث سنوات اربع سنوات في التدريب الان صح؟ اللي هي خمس سنين في التدريب، ونكونوا في الملاعبيه في ساوثهامبتون، والحمد لله معناتها عندي خبره باهيه في تكوين اللاعبين، وان شاء الله يعني من الاهداف نتاعي نمرن فريق اكابر، وعلاش لا المنتخب التونسي. بالنسبه لي شفته يعني المدربين في المنتخب التونسي لازم يكون مدرب عنده الخبره في تدريب على الاقل 3-4 سنين، وهذا هو فاش قاعد نعمل انا تو يعني يلزمني خبره، ونهار اللي نخرج ونكون حاضر باش نمرن ان شاء الله فريق اكابر، بقدر ربي اول حاجه نخمم فيها المنتخب التونسي ولا فريق في انجلترا اللي يعطيني الثقة ونعطيه الثقة إن شاء الله باش إن شاء الله نلمعوا في البطولة الإنجليزية. متى تتوقع نشوف فريق أو منتخب عربي يفوز بكأس العالم؟ أوه إن شاء الله إن شاء الله، علاش لا، يلزمنا برشا وقت، يلزمنا برشا وقت يعني صحيح، لازم نكونوا واقعين. هو سؤال عبارة على حلم، عبارة على واحد راقد ويحلم بروحه تونس تهز كاس العالم، ولا مصر ولا السعودية ولا المغرب، هو راهو يلزم تحضير لكل حاجة، لكل أوبجيكتيف تحب توصله ولا كل حلم تحب تحققه. كما أنا كنت صغير كنت نحلم باش نلعب في البطولة الإنجليزية، والحمد لله حققت الحلم هذاك، لكن قبل الحلم هذاك عديت 11 سنة وأنا نحضر للحلم هذاك، وتعبت الكثير وصار ساكريفايس معناتها، وبكيت وضحكت وتقلقت يعني كيف يعني ك ك ك كبلاد يلزمنا تحذير،
تحضير على معناتها على قريب وعلى بعيد. وإذا تحضر يصيروا ساعة ساعة أغلاط، يزمك تعاود تصلح وتكون وتصبر. وقلت ربي يصير نجح، ماذا يزمو كما قلت لك صبر وعلى طول المدى لكي إن شاء الله ننجحوا نهار آخر. علاش ليه نهزوا كاس العالم.